طبعا التقرير الأولي كتبته لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء برئاسة رئيس المركز الطبي الشرعي بحمص. التقرير للأسف شابه بعض الأخطاء للأسف الشديد، نحن نعترف كطب شرعي بهذا الموضوع، واليوم مدير مركز الطب الشرعي على أثر ذلك التقرير قدم استقالته، تمام، لأن كان في أخطاء كبيرة ضمن هذا التقرير، وهلا رح نشرح لكم شو الأخطاء اللي تم ارتكابها أثناء كتابة هذا التقرير. تمام، كان في نقطتين أساسيات كان في عليهم خلاف، هو موضوع سبب الوفاة بالإضافة إلى وجود اعتداء جنسي من عدمه. بالبداية أنا راح أقول إنه لما نحن طلعنا كهيئة عامة للطب الشرعي وصرحنا، كان تصريح بناء على تقرير اللجنة الأولية اللي لم يستطع تأكيد أو نفي وجود اعتداء جنسي. تمام، راح أرجع بعد شوي على نقطة سبب الوفاة. ليش ما قدر التقرير الطبي الشرعي الأولي يأكد أو ينفي وجود اعتداء جنسي؟ للأسف لم يقم بالتشريح، كان من المفترض أن يقوم بالتشريح. تمام، رقم 2 عن سبب الوفاة. سبب الوفاة التبس عليه الكسر المتمادي الموجود على الجمجمة، توقع أنه هذا الكسر هو ناجم عن ضربة على الرأس وأنه هو سبب الوفاة. هلأ راح نحكي لحنا كلجنة. أنا أول شيء راح أوضح، من أول يوم لما وصلنا كهيئة عامة للطب الشرعي التقرير، شفنا لاحظنا ما يشوبه من أخطاء وعثرات، حقيقة أخطاء وعثرات يمكن تصنيفها في بعض الأحيان بأنها كبيرة. تمام، تواصلت أنا مع السيد رئيس فرع أمن الجنائي بحمص، منذ البداية أكدنا على فرضية وجود اعتداء جنسي نتيجة خروج العرى المعوية من المنطقة التناسلية والمنطقة الشرجية، هذا كان بيأكد لنا تماما الجزم. أكيد لما قمنا اليوم فحص دقيق، استخراج الجثة وفحص دقيق، وتأكدنا وجود اعتداء جنسي. إذا من اليوم الأول أنا تواصلت مع السيد رئيس فرع أمن الجنائي بحمص وأكدت له أنه في اعتداء جنسي صريح وواضح تماما. ما كان في مجال نحكي الحكي هذا قدام الإعلام بوقته، لأنه في شيء كتير مهم اسمه سرية التحقيق، نحن هذا بنحترمه جدا، نحترم القضاء ونحترم سرية التحقيق، بس نحن من البداية وجهنا وحكينا لزملائنا بفرع الأمن الجنائي أنه الموضوع في اعتداء جنسي، ونحن اللي منرجحه هو سبب للجريمة. طبعا نحن كهيئة عامة للطب الشرعي وحتى اللجنة يعني اللي فحصت بالبداية، كان الموضوع باتجاهين، أما اتجاه يكون أنه موضوع سأر وما يليه من تعذيب وآثار عنف وشدة، ونفيناها رغم أنه الجثة متفسخة كان ومضى على زمن الوفاة حوالي 5 إلى 6 أيام، وقدرت اللجنة الحقيقة تقدر زمن الوفاة كانت موفقة فيه. والاتجاه الثاني أنه يكون الموضوع سببه اعتداء جنسي، وهذا اللي نحن حكيناه لفرع الأمن الجنائي وتم التحقيق فيه وتأكد فيما بعد. تمام، نجي على الزمن سبب الوفاة. سبب الوفاة نحن لما فحصنا أنا لما وصلتني الصور تواصلت مع السيد رئيس فرع الأمن الجنائي مثل ما قلت، قلت له أنه أكيد في اعتداء جنسي. تمام، لما جينا اليوم فحصنا استخرجنا الجثة، فحصنا شفنا تمزق واسع بالعجان، عمل جنسي وحشي، وفحصنا وشرحنا طبعا، بس يعني تشريح بسيط لأنه نحن كمان نحترم مشاعر ذوي المتوفية ونحترم قدسية الموت. تمام، نحن قبل شيء نقدم تعازينا الحارة لذوي المتوفية. تماما، فحصنا بشكل دقيق، قدرنا نوصل للاستنتاجات النهائية اللي هي سبب الوفاة، واللي راح يعني فاجئكم أنه سبب الوفاة هو صدمة ألمية ومترافق معها نزف بسبب الاعتداء الوحشي الجنسي، بالإضافة إلى طبعا لنقص الأكسجين الناجم عن الضغط على العنق وأعلى الصدر. تمام، فالشهادات الاعترافات الموقوف المتهم متوافقة مع نظرتنا كهيئة عاملة الطب الشرعي منذ البداية. نحن كهيئة عاملة الطب الشرعي كل الاعترافات اللي كان عم بيحكيها كانت متوافقة مع وجهة نظرنا للحادث، بالإضافة لتنسيقنا مع فرع الأمن الجنائي. طبعا في عنا زميلنا أستاذ جامعي الدكتور بسام محمد، وجهناه بالتعاون مع فرع الأمن الجنائي، وكنا عم نتبادل الخبرات والمعلومات مع الأمن الجنائي بشكل دقيق،
وكان موضوع القاء القبض على القاتل واعترافاته هي تحصيل حاصل، لأن كنا نحن بصلانين يعني. جهود مشكورة جدا جدا لقيادة شرطة حمص والفرع أمن الجنائي بحمص حقيقة. دائما كل يوم أنا والسيد رئيس الفرع عم نتواصل، في شغلات ممكن مثلا تسيد التحقيق إن عم نحكي فيها، والحمد لله الحمد لله نحن نظرتنا للموضوع توافقت مع اعترافات المتهم. اليوم أكدنا بشكل حاسم تماما انه الموضوع مثل ما كانت رؤيتنا لما استخرجنا جسم القبر وفحصناها بشكل دقيق جدا. برجع بقول يمكن السبب الاساسي للاختلاف والالتباس اللي حاصل للامانه هو انه اللجنه ما قامت، اللجنه الاوليه لم تقم بالتشريح. لو قامت بالتشريح اكيد كان وصلت للمعلومات. للأسف الشديد نحن ما عم نبرر، حتى يعني زميلنا رئيس الطب الشرعي بحمص اللي كان رئيس اللجنة لما أنا لمته طبعا على عدة نقاط، أنه مثلا موضوع الكسر اللي صاير بالجمجمة أنه هو كسر غير حياتي، هذا الكسر تم بعد الوفاة تمام. للأسف كان هو رجل خلال 20 سنة قدم كتير للطب الشرعي وخدم بكل إخلاص وما شفنا منه أي خطأ للأسف يعني. بس هاليوم هذا كان في حقيقة بعض الهفوات وبعض الأخطاء خلينا نعترف، والرجال تحمل كامل المسؤولية وقدم استقالته اليوم صباحا. نحن ما في، نحن مؤسسة الطب الشرعي مؤسسة عريقة ما في شيء بنخفي. نحن بنعتذر أنه خلال الفترة الماضي ما أطلينا وما حكينا بالإعلام، لأنه نحن بنحترم قدسية وسرية التحقيق. ما كان في مجال، أنا كنت عندي هالمعلومات الكاملة عن موضوع الاعتداء الجنسي وكنا مشتبهين بسبب الوفاة، بس شبه متيقنين أنه مو السبب اللي كتبته اللجنة الأولية. المشكلة ما كانت عند الداخلية وبيان الداخلية، المشكلة كانت عنا لحنا بنعترف في اللجنة الأولية، ولكن لحنا كهيئة عامة للطب الشرعي استدركنا الموضوع منذ البداية، من أول يوم استدركنا. لما بعطيكم مجال لكل الأسئلة، لما وصلتنا الصور مساءً شفنا انه اكيد في اعتداء جنسي قولا واحدا، وانه سبب الوفاه مو مثل ما اللجنه كتبته. لحتى نقدر نرتاح، كان انا كمدير عام للهيئه العامه للطب الشرعي وكزملائي بالخبره الطبيه، انا نزلت حتى شفت قابلته للمتهم تمام، ودخلت معه بحوار اكثر من نص ساعه تمام، وشفت قدراته العقليه وشفت كيف نظرتنا وتخيلنا للجريمة وللمسرح ولكيف التمت مع الحكي اللي حكاه. هلا حقيقة إذا بدك يعني من البداية هيك تصورنا للموضوع، إنه أنا مثلا على سبيل المثال يعني من الشغلات اللي تم لوم فيها أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة، قلت له لما بيكون واحد معه طفلة لا قدر الله وبده يعني يعمل فعل جنسي، الأفضل أنه مو يضربه على رأسه، الأفضل يكتم له نفسه تمام، مثل ما هو حكى تماما. بس بالمناسبة يعني هي وقت اللي صار كتم النفس كانت في مراحل النزع الأخيرة تمام، نتيجة الصدمة الألمية والنزف. احنا شفنا علامات على أسفل العنق وعلى الصدر تمام بمحاولته لخنقة وكتم النفس، وصار في نقص أكسجين. ولكن السبب الأساسي طبعا قلت لك ساهموا تضافروا مع بعضهم، ولكن هي صار عندها نزف وعندها الأكثر صدمة ألمية. من خلال الصور قدرنا يعني نوصل ليمكن أكثر من 80% من الحقيقة. يعني مثلا نحن قدرنا أنه اعتداء جنسي كان واضح أنه في اعتداء جنسي نتيجة خروج العرى المعوية من المنطقة التناسلية والشرجية، وهذا شيء يعني بده طبعا تثبيت لما بيقوم الواحد بتشريح للأمانة. بس ولكن واضح لإحنا لما بصير تفسخ، يعني أنا رح أحكي بمصطلحات طبية ولكن واضحة، لما بصير التفسخ مثلا بتصير بخروج بصير تمزق بطن وبتصير أكتر منطقة فيها خروج هي الحرق فيها اليمنى، لا صارت هوني عنا نحن بالمنطقة التناسلية والشرجية، هذا دليل أنه في المنطقة متعرضة لرد من البداية، من لما شفنا الصور أنه دليل هالمنطقة متعرضة لرد. فلحنا من البداية اشتبهنا بالاعتداء الجنسي وكنا شبه متيقنين منه، ولكن الفحص الدقيق هو اللي بيجزم. أكيد الصور ما بتكفي لحالة، لحنا برجع بقول لحنا التزمنا الصمت خلال الفترة الماضية، تعرضنا ل يمكن انتقادات واسعة للأمانة، لأنه الناس هو فعلا احنا التقرير الأول كان
قاصر وناقص وفي شابته بعض الأخطاء وأخطاء غير مقصودة. أنا متأكد يعني زملائنا عم يبذلوا قصارى جهدهم، يعني كان في ضغط، أنا ما بورد برر اللي صار أبدا، ولكن كان يعني في ضغط هائل من الناس، وكان المكان اللي انفحصت فيه الجثة غير قابل للتشريح، يعني ما كان مناسب للتشريح للأمانة، وشفتوا الضغط الشعبي. أنا قلت برجع ما أبرر خطأ ارتكبناه، إحنا مؤسسة عريقة لما متأخطأ منعترف. قلت لكم اليوم زميلنا رئيس الطب الشرعي بحمص قدم استقالته، تشاورنا أنا وياه ومن الصبح بعت لي استقالته حتى قبل ما أجي من على حمص، يعني وأنا بالشام قدم لي استقالتي. أنا حرصت كل الحرص أنه أنا أكون موجود شخصيا على استخراج الجثة من القبر وفحصها بشكل دقيق حتى يعني نرتاح ضمنيا. قلت لك وصلنا لنسبة عالية من التأكيد بعد الفحص، بعد فحص الصور، ولكن وصلنا للحسم الكامل، خلينا نقول نقطة 100% اليوم بعد ما فحصنا بشكل دقيق الجثة. تمام، ودائما أنا بدي أرجع أكد على نقطة، إحنا دائما كنا متواصلين مع الأمن الجنائي لحتى الناس ما تتهمنا بالتقصير، إحنا دائما كنا متواصلين مع الأمن الجنائي عن طريق زميلنا الدكتور بسام، بالإضافة أنا تواصلت مع السيد رئيس الفرع بشكل دائم، وكنا عم نتبادل المعلومات والأفكار عن الموضوع، وجهودهم مشكورة لفرع الأمن الجنائي بحمص. تمام، أنا برأيي يعني جاهزين لأي نقطة علمية تنسار. نحن بس اللي المأخذ علينا أنه بداية التصريح الأولي، نحن كهيئة عامة لما بنعمل تصريح أولي بناخده بناء على تقرير الخبرة واللجنة والطبيب الفاحص، بعدين نحن بنراجع تقاريرنا كلياتها، ولما بيكون في خطأ بنحكي وما بنخجل، بالأخير الهدف الأعلى والأسمى هو العدالة. تمام، فما بنخجل لما بيكون في خطأ، يعني بالأخير الإنسان هو الطبيب الشرعي هو إنسان. تمام، بس الهيئة العامة الحمد لله استدركت الموضوع بشكل كامل.